القطاع الصحي، وأعتقد أن ذلك تحت إعداد وزير الصحة الآن، وقريبا سوف يقدم استراتيجية كاملة للتحرير وتحرير قطاع الصحة بعد أن نقدم إزالة القواعد وإزالة والتحرير قطاع الكهرباء. هي مسألة أولويات. بدأنا بقطاع الكهرباء في شكل تحرير هذا القطاع لأنه يشكل أهمية خاصة ومكون أساسي فوق كل أولويات لجذب ليس فقط الوفاء أو سد الفجوة في مجال تدفق الكهرباء الآن، ولكن أيضا لكي نجذب مزيدا من المستثمرين للتوصل إلى خطتنا في قطاع الصحة. سوف تأتي في الطريق وطريق التعليم أيضا فيما يتعلق بالتحرير. نحن ملتزمون تماما كحكومة قائمة وكبلد أن نقوم بتحرير القطاعات المختلفة، لأننا ملتزمون أيضا إلى حد كبير لاقتصاد حر. إذا نحن نتخذ الأمور خطوة خطوة في تتبع التحرير في القطاعات. أتقدم لكم بسؤال أخير بشأن ما قاله وزير التخطيط. معدلات الاستثمار هو 14%، يجب أن يكون 30% بحلول 2030. معدلات البطالة 13% تنخفض إلى 5%. هل هذا أمر ممكن التوصل إليه؟ نعم، من خلال مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتنمية أكبر للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. أعتقد ما ممكن أن نصل ذلك بحلول 2030. أتفق. ل 144 ألف وظيفة التي أعلنها هي دليل جيد على ذلك. بالتأكيد بعد شاهدت مستوى الدعم من هذه المنطقة والنتيجة والحضور في هذا المجتمع الكبير، نحن متفائلين تماما أن هذا ممكن التوصل إليه. حتى إذا لم يتم التوصل إليه إلى نفس العدد بالضبط، العمل من تجاه ذلك والاقتراب من ذلك هو أمر جيد للغاية. أستطيع القول أنني متفائل لحد كبير. أنا واثق هذا المؤتمر سوف يتذكر في التاريخ نقطة الانطلاق، نقطة بداية. أنني متفائل لحد كبير. كانت بداية جيدة اليوم للمئة وخمسين عاماً المقبلة. جو، الذي أنظر لك أنك تتعامل مع بلدان عديدة أخرى، هل رأيت طموحات من الحكومات عندما ترى مثل هذه الأرقام؟ لقد قلت بنفسك هي الجانب المتفائل في الحسابات. يجب أن يكون لديك الحلم أولا قبل أن يصبح واقع، فلنبدأ في ذلك وننجز ذلك. 90 مليون نسمة، الكثير من البنية الأساسية المطلوبة، ولكن يجب أن يكون الأجندة واضحة ورقم واحد وراء التالي. أن نبادر بالأجندة، بنية أساسية، تصنيع، خلق وظائف محلية ورعاية صحية، وهذا أمر جيد. السيد الوزير تقول كل ذلك ممكن توصل إليه، أقول بتحفظ وسوف نتحدى ذلك. ما تكون قد توصلت إليه في 7 أشهر المقبلة سيد الوزير؟ أنت ما بين أصدقاء هنا، في الواقع سوف نتوصل ذلك في 3 أشهر المقبلة. سوف ترون زيادة 3% في النمو في 3 أشهر المقبلة وفي نهاية 2015، واحدة خاصة للاستثمار حتى يسهل التصريح والتراخيص والإجراءات في وقت محدد، حتى يكون لنا إطار مؤسسي نلتزم للمستثمرين أن نقوم بذلك. وسوف نتوصل أيضا وسوف نجد مزيدا من الاستثمارات المباشرة لتأتي للبلاد. نرى ما يرغب 8 إلى 10 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية 2015. أعتقد الجميع يجب أن ينضم إلى هذا القطار. هل أشكر السيد الوزير وسبع مستثمرين؟ لقد حصلنا على قدر كبير في حوالي 40 دقيقة. أقدر تماما إسهاماتكم وأدعوكم لترك القاعة المنصة ونتحول بسرعة. شكرا.